معانا بقى كابتن طارق سليم، واحد من النجوم السابقين، واحد من فطاحل كرة السلة، واللي يعتبر كابتن وائل بدر واحد من ولاده. كابتن طارق اهلا بيك. اهلا بيك استاذ كله ايمن. تمام؟ الحمد لله رب كابتن العالمين. وائل طبعا واحد من ولادك في اكيد نادي ده الزمالك. اكيد احنا بنبارك له طبعا، وانا سعيد انا النهارده فخور بوائل ان هو عمل كده، ودي اول مره انه يمسك مدير فني لمنتخب مصر، والحمد لله ان هو كانت البطوله رقم 13، هي البطوله رقم 25 اي لكن البطوله 13 لينا لنا لمصر، أي. ان هو على ايدين الكابتن وائل بدر. دايما مهمة المدرب المؤقت بتبقى صعبة شوية، انت عليك ضغوطات، انت جاي مثلا بعد مدرب كان هو اللي ممشي الدنيا، فبتبقى مطالب تصلح شوية الأخطاء اللي موجودة، أكنها حكومة تسيير أعمال كده يعني. هو الكابتن وائل اتحط في وضع صعب جدا، وطبعا بعد ما مشي راني طبعا، ليه؟ لان هو الوقت قليل جدا، بس الميزه اللي كانت عند الكابتن وائل ان هو كان المساعد بتاعه، كان المساعد الاول، فدي كانت مريحاه. لكن عنده في حاجات كتيره، في الكابتن عاصم مرعي اعتذر، في لعيبه كتير اعتذرت، في النهارده جات له اصابه بتاعت زهران لاعب النادي الاهلي، حاجات عمرو زهران كتيره، عمرو زهران، يعني حاجات كتيره قابلت الكابتن وائل. لكن احنا بنقول له مبروك، وبدايه موفقه جدا لك وللجهاز الفني اللي معاك، مبروك للدكتور مجدي ابو افريقيا رئيس الاتحاد، مبروك لنا كمصريين البطوله العربيه، لان ما ينفعش تبقى البطوله العربيه في ملعبنا عندنا هنا وما نكسبهاش وما طبعا. نكسبهاش. فالحمد لله رب العالمين.